خليني بقى أخدك على خبر أنا أراه من الأخبار المهمة جداً والجيدة جداً جداً جداً. زي ما حضراتكم ممكن تكونوا سمعتوا أو قريتوا أو تابعتوا بأنه مصر يعني أخيراً وقعت عقداً نهائياً على إيه؟ على تحالف لتطوير وتشغيل متعدد الأغراض في ميناء سفاجة البحري. هذا التحالف بتقوده مجموعة مواني أبو ظبي، تمام؟ طيب هل بس كده؟ لا، ده هيتعمل هناك أكبر مصنع في الشرق الأوسط بكامله. لإيه؟ لتصنيع الأغذية الزراعية، يعني من الآخر لتصنيع كل المنتجات الزراعية، كل ما يؤكل من الحاصلات والثمار والخضروات المختلفة التي تزرع لدينا، وربما أيضا حتى إن كانت لا تزرع لدينا، لكن في النهاية هيبقى ده المصنع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. معانا على التليفون دكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور حسن. مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور بالمشاهد الكريم. أهلا بحضرتك. منورنا يا دكتور. دكتور حسن، بتشوف هذا العقد الأخير ما بين مصر وما بين التحالف اللي بتقوده مواني أبو ظبي إزاي في إدارة ميناء سفاجة؟ وبطبيعة الحال ويمكن يعني ده مش هعتبره حتى على هامش الموضوع، ولكن مكملا له وهو هذا المصنع الضخم، بتشوف ده إزاي يا فندم؟ يعني هو الدولة بتهتم بقطاع النقل البحري باعتباره ان صناعة النقل البحري مهمة جدا بالنسبة لنا، باعتبار ان 90% من التجارة الدولية لجمهورية مصر العربية بتتم عبر النقل البحري، وبالتالي كان لابد ان انا اطور المواني بتاعتي وان انا ازود اطوال الارصفة ونزود الغاطس عشان استقبل ناقلات الحاويات العملاقة، وده الدولة قامت بيه في اكتر من ميناء، منها مواني السخنة ومواني سفاجة شرق بورسعيد، وعندنا ميناء جرجوب في منطقة النجيلة غرب مطروح بحوالي 60 كيلو. فإحنا بنستثمر بشكل قوي في المواني بتاعتنا والبنية الأساسية أو البنية التحتية، ولابد من شراكة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص، سواء إذا كان قطاع خاص داخلي أو خارجي، لتوفير البنية الفوقية وتوفير تقديم الخدمة بشكل احترافي. لان مثلا محطة تحيا مصر اللي فخامة الرئيس افتتحها من عدة اشهر دي، المشغل بتاعها هو رقم 3 على مستوى العالم، فده بيفيدني في ان هو بيدرج هذه المحطة متعددة الاغراض على خريطة الملاحة الدولية، وفي نفس الوقت بيكون في عندي نقل الترانزيت اللي احنا بنأمل ان هو يكون مصدر للعملة الصعبة ودخل يدعم الاقتصاد المصري. فطبعا لما نتكلم عن ما تم اليوم في يعني عايز اقول اداره او عقد لاداره المحطه متعدده الاغراض في ميناء سفاجه لهيئه مواني ابو ظبي، ده امر حيوي وجيد للطرفين في الواقع، لان هو هيئه مواني ابو ظبي عندها خبرات في اداره المرافق البحريه، هيكون في البنية الفوقية من أوناش ومن تجهيزات ومن كل ما يختص به المواني الذكية اللي هو الجيل الحالي من المواني، ده هتوفره هيئة مواني أبو ظبي، وفي نفس الوقت هيكون في نقل تكنولوجيا تشغيل للعمالة المصرية. في عندنا كمان يمكن عدة مناطق هيئة مواني البحر الأحمر بتشتغل فيهم لإنشاء مناطق لوجستية متكاملة هترتبط بالمحطة متعددة الأغراض، وبالتالي المناطق اللوجستية دي هيكون فيها صناعات. طبعا لما يكون مناطق لوجستية متصلة بميناء سفاجة وفيها صناعات، يبقى أنا بشغل عمالة مصرية، وبستفيد كمان بأن أنا بزود الطاقة الاستيعابية للميناء البحري بأن أنا بنقل الكونتينرز والحاويات بشكل سريع للمناطق اللوجستية حتى لا تتكدس داخل الميناء وتحد من الطاقة الاستيعابية بتاعتها. فأنا عايز أقول لحضرتك أن في منظومة متكاملة الدولة شغالة فيها. يمكن في قطاع النقل هناك طفرات من 2014 إلى الآن في قطاعات كثيرة زي النقل البري وشبكة الطرق القومية وزي صحيح. النقل البحري بس أنا عايز أرجع على مينة سفاجة دي بعد إذن حضرتك يا دكتور. اولا عشان انا بس باكد على انه طبعا في ناس بتحب دايما تصفي الميه العكره، احنا بنتكلم على تطوير وتشغيل المحطه او يعني الميناء بشكل متعدد الاغراض، علشان طباعا في ناس هتقعد لك باعوا المواني. لا انا اكدت على ان ده عيل متخلفين يعني، بس تمام. المواني هي مملوكه للمواني والاصول قطاع النقل مملوكه للدوله، ويمكن وزير النقل اكد على النقطه دي اكتر من مره، مصر لا تبيع موانيها ولا تبيع البنيه الاساسيه
ليها، لكن انا عملت البنيه الاساسيه ودفعت فيها مليارات كثيره زي ما قلت لحضرتك من انشاء ارصفه بحريه وزياده الغاطس وخلافه. انا عملت تطوير عظيم جدا وبالتالي اصبحت جاذبه للاستثمار. هنا بقى المستثمر بيجي يوفر الايه سيرفيس بروفايدر بيقدم. حلو قوي. انا بقى هنا عندي سؤال وبشراكه مع الحكومه طبعا المصريه انا هنا عندي سؤال بقى. السؤال هو انه انا وانا بطور او بشتغل على المينا دي، فده استثمار ضخم جدا. اتنين، بما اني وقعت بقى العقد النهائي مع هيئه مواني ابو ظبي، انا هنا هسال هل ده معناه ان انا ممكن في خلال مده مقبله او في مستقبل اتمنى انه قريب هيبقى في عندي شبكه سكك حديد وطرق بريه تاخد لو صح التعبير افريقيا بالعرض، او تاخدها باكس، تاخدها ورب علشان يعني المصطلح يبقى اكثر سهوله، او حتى تنزل جنوبا الى جنوب افريقيا. يعني هقدر من خلال مينا سفاجة اعمل شبكه طرق لتصدير كل هذه المنتجات الى افريقيا، وايضا العكس اخد المنتجات الافريقيه وعن طريق هذا المينا اصدرها لانحاء العالم. ليس فقط من خلال شبكه الطرق يا استاذ يوسف، احنا عندنا شبكه القطارات السريعه، يعني عندنا ثلاث خطوط تعتبر محاور لوجستيه للقطارات السريعه. لو كنا بنتكلم على مينا سفاجه فده بيخدمه الخط الثالث او الريد لاين زي ما بنسميه، اللي هو هيربط سفاجه والغردقه بالاقصر بطول حوالي 220 كيلو، بيتقاطع في منطقه هنا مع الخط الثاني اللي هو الخط الازرق اللي بيصل الى يعني ابو سنبل جنوبا، وشمالا بيصل الى القاهره. ده الخط الازرق بطول 1160 كيلو، بيتقاطع الاثنين في منطقه هنا في محطه تبادليه ما بينهم. وعندنا المحور اللوجستي اللي هو الجرين لاين او الخط الاخضر اللي بيربط مواني السخنه بمواني الاسكندريه مرورا بمناطق الساحل الشمالي بالضبعه ووصولا الى مطروح. فهناك شبكه حديديه بالفعل على ارض الواقع، يستطيع المواطن انه يشوف الانجازات من محطات ومن جسور ومن اعمال تمت بخبرات مصريه واستشاريين مصريين وشركات مقاولات مصريه. علاوه على ان عندنا مثلا لما بتتكلم عن الربط البري مع افريقيا، احنا عندنا القاهره كيب تاون، طريق اسيوط الغربي ده جزء من طريق محور القاهره كيب تاون اللي بيمر بتسع دول افريقيه، مصر واحده منهم. ومصر انجزت وطورت شبكه الطرق الخاصه بيها، وبالتالي احنا بانتظار الدول الاخرى انها تنجز ما هو منوط بيها لتطوير شبكات الطرق اللي موجوده فيها حتى يكون هذا المحور قائم على يعني على ارض الواقع. الربط مع دول القاره السمراء ده طبعا الخط الثاني اللي هو البلو لاين اللي هو هيصل الى ابو سنبل ان شاء الله تعالى، مخطط مستقبلا ان هو يتربط بالسودان، ومن السودان اقدر اوصل الى دول القارة السمراء ويبقى في عندي تبادل تجاري من خلال نقل بشبكات السكة الحديد. وخلي بالك هناك من الدول الأفريقية ما يسمى بالدول غير المتشطئة، يعني طبعا اللي ما عندهاش منفذ على البحر، وبالتالي المواني المصرية هتكون هي المنفذ لهذه الدول حتى لنقل التجارة بتاعتها من وإلى العالم الخارجي. رائع. وده أمر جيد والدولة شغالة على كده. وبالأمس القريب كان اتفاق وزير النقل المصري مع نظرائه في الأردن والعراق للمحور اللوجستي العربي اللي هينقل بضائع متعددة الوسائط ما بين الثلاث دول، ويمكن ده يعني يطول شرحه فممكن يبقى في مداخلة أخرى. لا تنورنا بقى، تنورنا بقى دكتور حسن، مداخلة إيه، ده احنا نحب نتنور بيك. أشكرك جدا يا دكتور حسن، دكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس.